السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نشوفوا كيفاش نجمعوا هاد بلوك طونسيون تيكون بهذا الشكل تي يتركب لنا في هذا الميكانيزم. يعني غادي نتعرفوا بعدا هذا شنو الدور ديال هاد المستمره اللي كتكون هنا في الوسط. كل ما تتهزي الصباط ديال الماكينه بهذا الشكل هكذا حتى هذيك المستمره تتوخر لك لهاد الجهه، اذا تدفع لعندي. هانتوما شوفوا الطرنفيس كيفاش يتحرك، صافي. اذا تدفع شنو الدور ديالها؟ اذا غادي نشوفوا. اول حاجه تركبوا هذه البلاصه الرطبه هي اللي تتكون هنا الفوق، اذا تندخلوها بهذا الشكل هكذا. اذا من هنا تيدوز لنا الخيط، اذا خصها تكون البلاصه الرطبه مع البلاصه الرطبه، اذا بهذا الشكل هكذا صافي. دابا الدور ديال ديك المسامره، اذا ديك المسامره شنو تدير؟ تتقبط هذه وتدخل ليها بهذا الشكل هكذا. علاش؟ هانتوما شوفوا كل ما نهز الصباط شوفوا شنو غادي يوقع ديك المسامره، غادي تبعد ليا ما بيناتهم. يعني هاد جوج طبقات تيخليوك الخيط يدوز بسهوله. ومن بعد تديري هادي تدخليها هنا في الوسط هذيك المسامره بهذا الشكل هكذا صافي. ومن بعد تسقطي هادي البلاصه الحرشه هي اللي تتكون هنا. علاش البلاصه الحرشه؟ علاش؟ لان هنا عندنا واحد حرش هنا باش ملي تكوني تسرق ليها ما تبقاش رطبه، تتقبط مزيان صافي. وتديري هادي هنا تتركبيها صافي. هذا هو الدور ديال كل حاجه. اذا هانتوما لاحظتوا كل ما هزيت الصباط شنو تيوقع لهادي الطبقه، تتكحز لهنا باش يدوز الخيط هنا ليبر هانتوما. اذا الخيط راه رقيق بزاف، يعني هاد لي سباس اللي خلات له هنا شويه راه كافي باش يدوز الخيط